ونفتح الآن ملف حوارنا الثاني هذا المساء، حيث أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اليوم أن بلاده مستعدة لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي، مبينا أن المفاوضات سوف تبدأ غدا بين الجانبين حول هذا الأمر. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه شركة النفط الكويتية إلى إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من الشمال لتغطية الحاجة المتزايدة إلى الغاز الطبيعي في مصافي البترول وشركات البتروكيماويات، وكذلك محطات المياه وتوليد الكهرباء خاصة في فصل الصيف. وللحديث حول هذا الموضوع معنا من دبي المستشار الدولي في الاستثمار الدكتور علي خليل الحديثي. أهلا بك دكتور علي إلى سكاي نيوز عربية. الحديث عن مفاوضات لإتمام صفقة غاز بين الكويت وبغداد، ما الذي يعنيه في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا مشاهديك الكرام. الحقيقة يعني هذا أنا أعتبره مجرد كلام، حتى لو حصلت المفاوضات حتى لو وقعت اتفاقيات في موضوع الغاز للأسباب التالية. أولا، العراق يشكو من حرق الغاز بشكل يعني لم يسبق له مثيل في أي دولة. يحرق الغاز ليس فيه لا استثمار ولا فيه استخراج حقيقي للغاز بالعراق. أولا، ثانيا، العراق وقع الشهر الثاني ثلاثة اتفاقيات، أحدهما مع الاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز، الثانية مع تركيا، الثالثة مع مؤسسة الغاز العربي، والثلاثة اتفاقيات المفروض تكون منتجة. هل حصل شيء على الأرض؟ لم يطبق العراق شيء منها على الإطلاق. ثالثة، العراق يحتاج لتوليد الطاقة الكهربائية ولمشاريع إلى الغاز بشكل يعني غير قليل، بحيث أنه أغلب المحطات الكهربائية، وأنت تدرك والمشاهد الكريم يدرك حجم الأهم أزمة في العراق بعد الفساد الدائري هي أزمة الكهرباء، وجزء من توقفها بسبب الغاز. والعراق وقع يعني للعلم هاي وقع قبل سنوات اتفاقية بمليارات الدولارات مع إيران لتوريد الغاز للعراق لمحطتي المنصورية ومحطة القدس، وبالتالي هو يحتاج إلى الغاز أصلاً، وغازه يحترق، ووقع اتفاقية سابقة ولم ينفذ شيء. نعم. فكيف يأتي لتوقيع اتفاقية أو الحديث عن مفاوضات لتوقيع اتفاقية مع الكويت في لمد أنبوب ولتعزيز موضوع حاجة الكويت والغاز، وهذا هو وضع العراق. لكن يعني إقبال الكويت على الاستثمار في الغاز وطلب الغاز من العراق، أنها ليس لديها مثل هذه المعلومات للإقدام على مثل هذه الخطوة سيد علي؟ شوف، الكويت تدرك حجم الغاز في العراق، وموضوع الأنبوب الغاز ليس إنشاء، الأنبوب موجود، كان في عقد الثمانينات أنبوب غاز من العراق للكويت ويغذيه، وتقريبا شو اسمه 250 مقمق الكمية، المقياس الغاز كان بالثمانينات عدة سنوات كان يغذي، إلى أن صارت الأزمة الأخيرة من العراق والكويت. فهو أساسا الأنبوب موجود، ولكن أنشأته الدولة الوطنية بقوتها وبضعها أنذاك، وأنشأته الدولة الوطنية التي كانت تتعهد في العراق لكانت تحترم تعهداتها وتحترم اتفاقياتها الدولية. إحنا اليوم بالعراق وقع مجموعة من اتفاقيات دولية لا ترى النور في التطبيق على الإطلاق. طيب، وهذا الحديث يعني من 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 من, من هذا الهراء. طيب، ماذا عن الكويت؟ يعني ما أسباب تزايد الطلب على الغاز والبحث يعني عن إمداد من دولة أخرى؟ الكويت تحتاج إلى غاز من خارج الكويت، لأن عنده أزمة غاز حقيقية، وخاصة عنده موضوع مثل ما تفضلت بالتقرير، عنده مشاريع البتروكيماويات، مشاريع تاج الطاقة، مشاريع الكهرباء، مشاريع الكبرى، هذه تحتاج إلى غاز، وخاصة مشاريع التوليد في الصيف. جدا صحيح، خارج الكويت من الدول الحارة جدا، وتحتاج إلى تغذية قوية لمنشآتها التوليدية. لكن هذا الموضوع مع العراق، نحن يا أخي، أنا عراقي، أنا أتمنى أن الدولة العراقية تكون دولة حقيقية وكيان دولة، وتقوم بإنتاج الغاز وتصدره، وتقوم بإنتاج الكهرباء وتكفي حاجة المواطنين. نعم. أتمنى، لكن هاي الأمنيات، نحن اليوم صار 10 سنوات على توقيع اتفاقيات، أنا أعطيك بالاسم، اتفاقية الاتحاد الأوروبي، اتفاقية تركيا، اتفاقية مؤسسة الغاز العربي، هل وقعتها رسميا وصادقت على الحكومة العراقية، حكومات العراقية ما بعد الاحتلال؟ هل حصل شيء منها على الأرض؟ فلذلك بالنسبة للكويت عليها أن تدرك بأنه إذا كانت الحاجة ملحة عليها أن أما
طيب. تعرف كيف تستخدم جدية مع وأما تفتش عن مصدر آخر. طيب يعني في ظل الحديث فقط أيضا عن اتجاه للتعاون وأيضا إيجاد مثل هذه الاتفاقيات، هل يعني ذلك أنه تم تجاوز الخلافات السابقة بين الدولتين، يعني لعل منها ما يتعلق بميناء مبارك؟ شوف الحقيقة رئيس الوزراء الجديد العبادي جزار بعض الدول الخليجية ونمل أسماعنا أنه طلب مساعدات على الاقتصاد العراقي اللي أصبح بحكم أسعار النفط وبحكم الفساد المستجري والمدمر وبحكم الجهل الموجود في من يقومون عليه أصبح بحكم المتوفي سريريا، فلذلك أراد دعم اقتصادي من دول الخليج. دول الخليج أيضا لها شروطها على وضع العراق، يلا تدعم. قيل أن الكويت مستعدة ولكن لها شروط في موضوع الملاحة العراقية المائية، وشروطها راح تكون قاسية جدا على سيادة العراق ومستقبله. وأنت تعرف أنه بعد حرب الكويت أصبحت ألغام بين العلاقة بين العراق على حدود وعلى غيرها، اتفاقيات كلها أصبحت ألغام فيها هذه. فبالتالي بالنسبة للكويت لن إذا رادت تساعد العراق تساعده وفق أجندة تخدم الكويت استراتيجية، لكن على حساب العراق راح تكون. نعم. بالتالي هذا الموضوع يعني من جملة من صفقة من هالصفقات اللي راح تكون ضمن هذا الباب. مبارك جزء منها، الملاحة جزء منها، الملاحة تكون عن طريق الكويت جزء منها، كل هذه راح تكون جزء، لأن الكويت فرصتها تعتقد أنه الآن في هذا الموضوع. لكن هل أنه العراقيين سوف يكون لهم باع في حقيقي في إبرام اتفاقية حقيقية تحفظ للعراق ما وجهه وتحفظ العراق سيادته ومستقبل أجياله وتحفظ للكويت جيرته وتحفظ للكويت علاقتنا فيها؟ نعم. هذا هو الأساس، لا أن تبنى الاتفاقات على ضوء الحاجة الملحة والإذعان، هكذا هو الآن الحاصل. أشكرك. لذلك لا اتفاقية غاز راح تنفع ولا إذا لم يكن هناك جدية وحقيقة ومنطقية على الأرض. شكرا جزيلا لك الدكتور علي خليل الحديثي المستشار الدولي في الاستثمار، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.